أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. قبل كل شيء فلا يقال شيء قبله، وبعد كل شيء فلا يقال شيء بعده. هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها. سميع لا بآلة، بصير لا بأداة. لا تحويه الأماكن، ولا تصحبه الأوقات، ولا تحده الصفات، ولا تأخذه السنات. سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده، والابتداء أزله. كان ربا إذ لا مربوب، وإلها إذ لا مألوه، وعالما إذ لا معلوم، وسميعا إذ لا مسموع. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في الأسطورة 28. أين الثرى وأين الثريا؟ ابن تيمية والفخر الرازي. الكلام في خطوتين. الخطوة الأولى أساس التقديس للفخر الرازي، فقلنا نذكر بعض الكلام الذي يرجع إلى بحث بيان تلبيس التيمية. وقلنا الإمام الرازي السني الأشعري قال في كتاب أساس التقديس، قال ورتبته على أربعة أقسام، قسم أول وثاني وثالث ورابع. دخلنا في القسم الأول، قال في الدلائل، القسم الأول في الدلائل الدالة على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز. في هذا القسم يوجد فصول. قال الفصل الأول، أي القسم الأول الفصل الأول، الفصل الأول في تقرير المقدمات التي يجب إيرادها قبل الخوض في الدلائل، وهي ثلاثة. المقدمة الأولى، قال في إثبات موجود لا يشار إليه بالحس. فالمقدمة الأولى في إثبات موجود لا يشار إليه بالحس، أي أن الله موجود غير حال في العالم ولا مباين عن العالم بحسب الجهة. إثبات أن الله موجود وهو غير حال في العالم ولا مباين عن العالم بحسب الجهة. أهل التجسيم المشبهة الحشوية يرفضون هذا الكلام، يرفضون هذه المقدمة، يرفضون هذا الأصل التوحيدي، يرفضون هذا الأصل التنزيهي لله سبحانه وتعالى. يريدون إنزال الله منزلة المخلوق، منزلة البشر، منزلة الحيوانات، منزلة الجمادات، منزلة الأصنام، منزلة الأوثان. قال لهم الرازي، فنقول الذي يدل على أن هذه المقدمات ليست بديهية وجوه. ذكر الوجه الثامن، قال أن خصومنا لابد لهم من الاعتراف بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال، وذلك لأن خصومنا في هذا الباب إما الكرامية وإما الحنابلة. قال أما الكرامية، ودخلنا في النقاش مع الكرامية، وفي النتيجة وصلنا معهم بأنهم حسب كلامهم وحسب مبناهم وحسب اعتراضهم، فإنهم سيصلون إلى نتيجة في إثبات موجود لا يشار إليه بالحس على خلاف الحس والخيال والعقل. إذن صاروا كما يقول الرازي، فلماذا يعترضون على الرازي؟ إذن هذا القول غير مدفوع ببداهة العقول، أي القول بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال لا يمكن دفعه ببداهة العقول، بدليل أنكم قلتم بهذا القول. فلو كان مدفوعا ببداهة العقول لما قلتم به. فإذا هم قالوا بأن الله موجود وهو لا ينقسم، ومع هذا هو عظيم ومتناهي، فقد خالفوا الخيال، فقد خالفوا الحس والخيال والعقل. إذن لماذا يعترضون على الرازي، على الجهمية، ويقولون لهم بأنكم خالفتم الحس والخيال والعقل؟ إذن لا يصح هذا الاعتراض من التيمية، من أهل التجسيم والتوحيد التجسيمي الأسطوري. يقول وأما الحنابلة، لا زال في المقدمة الأولى في الفصل الأول في القسم الأول. يقول وأما الحنابلة
الذين التزموا الأجزاء والأبعاض، فهم أيضا معترفون بأن ذاته، بأن ذاته سبحانه وتعالى مخالف لذوات هذه المحسوسات، فأنه لا يساوي هذه الذوات في قبول الاجتماع والافتراق والتغير والفناء والصحة والمرض والحياة والموت. يقول: وأما الحنابلة الذين التزموا الأجزاء والأبعاد، قلنا تيمية هو في مرحلة برزخية أقرب إلى الكرامية، هو فقط يعترض على الكرامية. كيف تقولون جوارح يعني من لحم ودم، يعني من هذا القبيل اعترض عليهم، يد من لحم ودم أو غير هذا، ربما يريد أن يقول بأنها يد آلية، هذه من معجزات ابن تيمية، توقع بوجود يد آلية قبل ما يقارب 800 عام، لا نعرف، لا يريد اليد التي تتكون من لحم ودم أو باقي الجوارح. إذن يقول: الذين التزموا، أما الحنابلة الذين التزموا الأجزاء والأبعاض، فهم أيضا معترفون بأن ذاته سبحانه وتعالى مخالف لذوات هذه المحسوسات، فإنه تعالى لا يساوي هذه الذوات في قبول الأجسام والافتراق والتغير والفناء والصحة والمرض والحياة والموت. يقول: هو جسم، هو شيء، هو جسم، لكن ليس كباقي الأجسام، ليس كباقي الذوات، ليس كباقي الموجودات، لا يقبل الاجتماع مثل اجتماع البشر، يقبل الاجتماع لكن ليس كاجتماع البشر، يقبل الاجتماع والافتراق والتغير والفناء والصحة والمرض والحياة والموت، لكن بمعاني أخرى، أو على أقل تقدير في بعضها يقولون بهذا المعنى. يقولون إذن بأن ذات الله تعالى مخالف لذوات هذه المحسوسات، فإنه لا يساوي هذه الذوات في قبول الاجتماع والافتراق والتغير والفناء والصحة والمرض والحياة والموت، لا يساويها في هذا، أكثر منها في البعض، يختلف عن البعض، هذا كلام آخر. إذن يقول: إذن لو كانت ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات في هذه الصفات، إذن لو كان ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات في هذه الصفات، لزم إما وإما أليف با. التفت جيدا، ماذا يريد الرازي هنا؟ التفت كيف أقول لكم بأنه يأتي بدليل للخصم أفضل مما يقول الخصم. يعني الآن لو نكثت كما يقال وعصرت ابن تيمية وضغط ابن تيمية بمكبس، بضاغطة، بعصارة كما تسمى، بمكبس آلي، هل سيخرج منه نظرية فيها خير، فيها صحة، فيها تمامية؟ هل سيخرج منه كلام يرتقي إلى 10 ما يقوله الرازي، إلى 1% مما يقوله الرازي؟ لا يوجد، لا تجد هذا الأمر. إذن الرازي هنا يتبرع لهم بدليل، هم يقولون فإن الله لا يساوي هذه الذوات، إذن لماذا لا يساوي هذه الذوات يا تيمية أو يا أيها الحنابلة، لماذا لا يساوي هذه الذوات؟ يأتي بدليل لهم، يقول: إذن لو كان ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات في هذه الصفات، لزم إما وإما، إما افتقاره إلى خالق آخر، يعني إذا كانت ذات الله سبحانه وتعالى مساوية لسائر الذوات في الصفات لا يتميز عنها، لزم إما افتقاره إلى خالق آخر، إذن سيحتاج إلى خالق آخر، إذا كان الله لا يتميز بالصفات مع باقي المخلوقات، مع العالم، مع كل الموجودات، مع الموجودات، مع العالم، إذن ما هي الميزة بأنه هو الذي يخلق تلك الموجودات ويخلق الصفات لتلك الموجودات؟ لا يوجد ميزة، يتساوى معهم. إذن من أين يحصل على الصفات؟ من أين تحصل المخلوقات على الصفات؟ إذن يكون الخالق مفتقر ومحتاج إلى خالق آخر، وهكذا يتسلسل الحال.
يقول إذن لو كانت ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات في هذه الصفات أو في هذه الصفات لزم اليفبا إما افتقاره إلى خالق آخر، وعلى هذا يلزم التسلسل، أي وعلى هذا لزم التسلسل باء، أو يلزم القول بأن الإمكان والحدوث غير محوج أو غير مفتقر غير محتاج غير محوج إلى الخالق باء، أو يلزم القول بأن الإمكان والحدوث غير محوج إلى الخالق، لا يحتاج إلى الخالق، غير محتاج إلى الخالق، غير مفتقر إلى الخالق، وذلك يلزم منه نفي الصانع. إذن لا يوجد صانع، لا يوجد خالق. لاحظ يقول ما هو دليلهم على أنه هذا لا يساوي هذا؟ لأنه في التساوي يستلزم أحد محذورين، أما الافتقار إلى خالق آخر والحاجة إلى خالق آخر حتى يلزم التسلسل، أو يلزم القول بأن الإمكان والحدوث لا يحتاج إلى خالق فينفي الخالق وينفي الصانع. إذن فيستلزم أحد محذورين، إما التسلسل وإما نفي الصانع. يقول فثبت أنه لا بد من الاعتراف بأن خصوصية ذاته التي بها امتازت عن سائر المخلوقات لا يصل الوهم والخيال إلى كنهها. التفت جيدا، يوجد مقدمة هنا مضمرة، مقدمة مخفية، مقدمة تحتاج إلى تقدير. لاحظ عندما يقولون بأنه تعالى لا يساوي هذه الذوات في قبول الاجتماع والافتراق، يعني لا يساوي هذه الذوات في هذه الصفات وهي قبول الاجتماع والافتراق والتغير والفناء والصحة والمرض والحياة والموت، لا يساوي هذه، وإنما يفرق عنها، لأن التساوي فيه محذورات، ولدفع المحذورات نقول لا يساوي هذه الذوات في هذه الصفات. إذن الآن نقول إذن ما هي جهة الاختلاف في صفات الله عن صفات العالم عن صفات المخلوقات؟ هل يستطيع أو هل يمكن للحنابلة أن يرشدونا إلى الفرق في الزيادة في الاختلاف في التباين في النقيصة التي تميز صفات الله عن صفات المخلوقات؟ هل استطيع ان يميز هذا بالحواس بالحس بالمحسوسات بالخيال بالعقل؟ هل استطيع هذا؟ هل عندكم جواب على هذا؟ يقولون لا جواب، هكذا فقط نقول بان هذه لا تشبه هذه، هذه لا تساوي هذا. كيف لا تساوي هذا؟ نحن نعلم بان الاربعة لا تساوي ثلاثة. كيف لا تساوي ثلاثة؟ نقول هذه متكونة من واحد وواحد وواحد، وتلك تتكون من نفس هذه الواحدات ويضاف إليها واحد آخر، واحد وواحد وواحد وواحد، بحيث لو سلبنا هذا من هذا أو أنقصنا هذا من هذا لبقي واحد. بعبارات وأدلة كثيرة نثبت بأن الثلاثة لا تساوي الأربعة. إذن عدم التساوي بين الصفات تميز، تقول هذا أبيض هذا أسود هذا أخضر هذا أحمر هذا طويل هذا قصير هذا شجاع هذا جبان، إذن تميز بين هذا وهذا إما بالحس أو بالخيال أو بالعقل. إذن هل عندك تمييز بين صفات الله وصفات المخلوقات صفات العالم صفات الموجودات؟ هل تستطيع أن تميز بالحس أو بالخيال أو بالعقل؟ يقول لا أستطيع، لا أستطيع، فقط أقول يوجد اختلاف، فقط أقول هي غير متساوية. يقول الرازي هنا فثبت أنه لا بد لهم من الاعتراف بأن خصوصية ذاته التي بها امتازت عن سائر الذوات لا يصل لها الحس والخيال والوهم والعقل. يقول فثبت أنه لا بد لهم من الاعتراف بأن خصوصية ذاته التي بها امتازت عن سائر الذوات لا يصل الوهم والخيال إلى كلها. يقول وذلك اعتراف بثبوت أمر على خلاف ما يحكم به الوهم، ما يحكم به العقل، على خلاف ما يحكم به العقل ويقضي به الخيال.
إذن النتيجة يقول الرازي النتيجة فثبت أنه لابد لهم من الاعتراف بأن خصوصية ذاته التي بها امتازت عن سائر الذوات لا يصل الوهم والخيال إلى كلها، لا يصل الحس والخيال والعقل إلى كلها، وذلك اعتراف بثبوت أمر على خلاف ما يحكم به الوهم ويقضي به الخيال. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا تستشكلون علينا هذا الأمر عندما نقول بأن الله سبحانه وتعالى موجود لكنه غير حال في الأشياء ولا مباين لها ولا مباين عنها؟ تستشكلون علينا تقول هذا خلاف العقل، هذا لا يدركه الحس ولا الخيال ولا العقل. نقول لكم أيضا أنتم ما قلتم يستلزم هذا، يستلزم هذه المخالفة للحس والخيال والعقل، أي عدم وصول الحس وعدم إدراك الحس والخيال والعقل لهذه الخصوصية، لهذا الفرق، لهذه الصفات. وإذا كان الأمر كذلك فالاستبعاد في وجود موجود غير حال في العالم ولا مباين بالجهة للعالم. وإذا كان الوهم والخيال لا يمكنهما إدراك هذا الموجود، وإذا كان الأمر كذلك فأي استبعاد في وجود موجود غير حال في العالم ولا مباين بالجهة للعالم. إذن يقول فأي استبعاد، لماذا تستبعدون هذا؟ لماذا تستشكلون بهذا علينا؟ تقولون قولكم بوجود شيء غير حال ولا مباين للعالم، غير حال في العالم ولا مباين للعالم بالجهة، تقولون لأن هذا مخالف للحس والخيال والعقل، لا يمكن أن يدركه الحس والخيال والعقل. نقول أنتم أيضا كلامكم وإبناكم وقولكم يستلزم هذا الشيء. أيضا تقولون يوجد صفات تختلف هذه الصفات عن هذه الصفات، هذه الصفات صفات الذات الإلهية لا تساوي صفات البشر، لكن لا نعرف، لا نستطيع أن نحس، لا نرى، لا نشعر، لا نلمس، لا نحس بهذا الفرق، لا نميز هذا الفرق لا بالحس ولا بالخيال ولا بالعقل. إذن ما هو الفرق بيننا وبينكم؟ يقول وإذا كان الأمر كذلك فيستبعد في وجود موجود غير حال في العالم ولا مباين بالجهة للعالم، وإن كان الوهم والخيال لا يمكنهما إدراك هذا الموجود. فأنتم أيضا تقولون بوجود فرق والوهم والخيال لا يمكنهما إدراك هذا الفرق. يعني فأي استبعاد، هذا استفهام إنكاري، أي فتكذب دعواكم باستبعاد وجود موجود غير حال. إلى أن يقول الرازي ويقول وأيضا فعمدة مذهب الحنابلة أنهم متى تمسكوا بآية أو بخبر يوهم ظاهره، يوهم ظاهره شيئا من الأعضاء والجوارح، صرحوا بأن نثبت هذا المعنى لله تعالى على خلاف ما هو ثابت للخلق. يقولون نثبت هذا لكنه على خلاف ما هو ثابت للخلق. نقول هذا الخلاف، هذا الفرق الذي بين هذه الصفة لله والصفة للخلق، هل يمكن أن نحس بها، نتخيل هذه، ندرك هذه عقلا؟ يقول لا يمكن، لا أستطيع أن أقول لك لا أستطيع أن أدرك هذا، فقط أقول يوجد خلاف. إذن ثبت هذا الخلاف الذي هو فرق بين صفات الذات وصفات المخلوقات وصفات العالم، صفات الموجودات، هذا الخلاف، هذا الفرق موجود أو غير موجود؟ تقول موجود. إذن أنت أثبتت موجودا هنا، وهذا الإثبات لهذا الموجود لا يدركه الحس ولا الخيال ولا العقل. إذن ما هو الفرق بيننا وبينكم؟ لماذا إذن تستشكلون علينا؟ يقول وأيضا فعمدة مذهب الحنابلة أنهم متى تمسكوا بآية أو بخبر يوهم ظاهره شيئا من الأعضاء والجوارح، صرحوا بأن نثبت هذا المعنى لله تعالى على خلاف ما هو ثابت للخلق، فأثبتوا لله تعالى وجها على خلاف أو بخلاف وجوه الخلق، ويدا على خلاف أيدي الخلق. ومعلوم أن اليد والوجه بالمعنى الذي ذكروه مما لا يقبله الخيال أو الوهم، فإذا عقل إثبات ذلك على خلاف الوهم والخيال،
إذن إذا قلتم بوجود موجود والموجود هو هنا الفرق بين صفات الله وصفات الخلق، فإذا عقل إثبات ذلك، إذا عقل إثبات وجود موجود على خلاف الوهم والخيال، فأي فرق بيننا وبينكم؟ نحن أيضا نقول بأن الله سبحانه وتعالى موجود لكنه غير حال وغير مباين للمخلوقات وعن المخلوقات، وهذا لا يدركه الحس ولا الخيال ولا الوهم. إذن حالنا حالكم كما نقول تقولون، إذن لماذا تستشكلون علينا؟ إذن النتيجة أقول إذ لو كان وجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال مدفوع ببداهة وبدائه العقول، فلماذا إذن أنتم تقولون بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال والعقل؟ فلو كان هذا مدفوعا في بداهة وبدائه العقول، فلماذا قلتم به والتزمتم به ولم تدفعه عقولكم بالبداهة؟ فما دامت عقولكم لم تدفعه بالبداهة، فإذن هو لا يدفع ببداهة العقول إلا إذا قلنا بأنكم قد فقدتم عقولكم. إذن هذا القول غير مدفوع ببداهة العقول، أي القول بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال لا يمكن دفعه ببداهة العقول كما تقولون، إذن قولكم باطل. إذن كيف حكمتم بأن القول بكونه تعالى غير حال في العالم ولا مباين عنه بحسب الجهة تقولون مدفوع في بدائه العقول؟ فإذا عقل إثبات ذلك على خلاف الوهم والخيال، فأي استبعاد في القول بأنه تعالى موجود ليس داخل العالم ولا خارج العالم، وإن كان الوهم والخيال قاصرين عن إدراك هذا الموجود؟ أيضا أكرر هنا أقول قال علي أمير المؤمنين سلام الله عليه: لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. قبل كل شيء فلا يقال شيء قبله، وبعد كل شيء فلا يقال شيء بعده. هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها. هذا هو الأصل في التوحيد. هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها. سميع لا بآلة، بصير لا بأداة، لا تحويه الأماكن ولا تصحبه الأوقات، ولا تحده الصفات ولا تأخذه السنات. سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده، والابتداء أزله. كان ربا إذ لا مربوب، وكان إلها إذ لا مألوه، وعالما إذ لا معلوم، وسميعا إذ لا مسموع. يقول الرازي، يكمل الرازي الوجه التاسع كما قلنا الكلام في المقدمة الأولى القسم الأول الفصل الأول المقدمة الأولى. قال: فنقول الذي يدل على أن هذه المقدمات ليست بديهية وجوه، وجه أول وثاني، لأن وصلنا إلى الوجه الثامن اقتبسنا منه بعض المقتبس، إلى أن يقول الوجه التاسع: إن أهل التشبيه قالوا العالم والباري موجودان، وكل موجودين فإما أن يكون أحدهما حالا في الآخر أو مباينا عنه. قالوا: والقول بوجوب هذا الحصر معلوم بالضرورة. التف جيدا، الآن يتحدث في الوجه التاسع مع المشبهة، مع أهل التشبيه. ماذا قالوا؟ قالوا: العالم والباري سبحانه وتعالى موجودان، وكل موجودين إما أن يكون أحدهما حالا في الآخر أو مباينا عنه. هذا الكلام مع المشبهة يشمل مع الكلام مع المجسمة، فيشمل الحنابلة والكرامية. إن يقول إن التشبيه قالوا العالم والباري موجودان، هذه مقدمة أولى عندهم، وكل موجودين فإما يكون أحدهما حالا في الآخر أو مباينا عنه.
هذه مقدمة أخرى. وقالوا والقول بوجوب هذا الحصر معلوم بالضرورة، هذه مقدمة أخرى. ومقدمة أخرى قالوا والقول بالحلول محال. ماذا تبقى؟ يقول فالنتيجة فتعين كونه مباينا للعالم بالجهة. نحن نقول بالرد على المشبهة، فالرد على المشبهة يعتبر يقينا ردا على المجسمة، فالرد على التيمية على الحنابلة بالتأكيد يكون ردا على الكرامية والتيمية. إذن قالوا والقول بالحلول المحال فتعين كونه مباينا للعالم بالجهة. إذن قالوا العالم والباري موجودان، وكل موجودين إما أحدهما، إما يكون أحدهما حالا في الآخر أو مباينا عنه، وهذا الحصر إما الحلول أو المباينة هذا ثابت بالضرورة، والقول بالحلول محال. فإذا تبقى الحصة الأخرى وهو أنه يباين العالم. ما هي وجه المباينة؟ يقولون بالجهة. وبهذا الطريق احتجوا بكونه تعالى مختصا بالحيز والجهة، هذا دليل المشبهة وأهل التشبيه. إذن دليل المشبهة فيه عدة مقدمات. ما هي المقدمات؟ قال إن أهل التشبيه قالوا مقدمة أولى العالم والباري موجودان، مقدمة ثانية وكل موجودين فإما أن يكون أحدهما حالا في الآخر أو مباينا عنه، هذه مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة قالوا والقول بوجوب هذا الحصر معلوم بالضرورة، أو مقدمة رابعة قالوا والقول بالحلول محال، النتيجة فتعين كونه مباين للعالم بالجهة. وبهذا الطريق احتجوا بكونه تعالى مختصا بالحيز والجهة. وأهل الدهر الدهرية قالوا العالم والباري موجودان، أيضا مقدمات العالم والباري موجودان وكل موجودين فإما أن يكون وجودهما معا أو أحدهما قبل الآخر. الدهرية ماذا قالوا؟ قالوا العالم والباري موجودان، هذا موجود وهذا موجود، وكل موجودين إما أن يكون متقارنين في الوجود أو أحدهما يسبق الآخر، أحدهما قبل الآخر. إذن لاحظ أهل الدهر ماذا قالوا؟ قالوا المقدمة الأولى العالم والباري موجودان، مقدمة ثانية وكل موجودين فإما أن يكون وجودهما معا أو أحدهما قبل الآخر، مقدمة ثالثة يقولون ومحال أن العالم والباري معا. لماذا محال؟ يقولون وإلا لزم إما قدم العالم أو حدوث الباري. إلى نهاية الوجه التاسع ثم ينتقل إلى الوجه العاشر، يقول إن معرفة أفعال الله تعالى، طبعا أيضا يثبت بطلان هذا كما أبطل قول الحنابلة ورد على الحنابلة والكرامية. يقول الوجه العاشر إن معرفة أفعال الله تعالى وصفاته أقرب إلى العقول من معرفة ذات الله تعالى، وقد أثبتنا قبل قليل مع الكرامية مع الحنابلة مع الدهرية مع المشبهة أثبتنا باستحالة إدراك الحس والخيال والوهم للصفات الإلهية. فإذا استحال إدراك الصفات فبالأولى يستحيل إدراك الذات. يقول الوجه العاشر إن معرفة أفعال الله تعالى وصفاته أقرب إلى العقول من معرفة ذات الله تعالى. ثم المشبهة وافقونا على أن معرفة أفعال الله تعالى وصفاته على خلاف حكم الحس والخيال، إلى أن يقول فهذه الدلائل العشرة، أي الوجوه العشرة أو الحجج العشرة، فهذه الدلائل العشرة دالة على ماذا؟ تدل هذه الدلائل، يقول دالة على كونه سبحانه وتعالى منزها عن الحيز والجهة ليس أمرا يدفعه صريح العقل. يعني يقول هذه الدلائل تدل على أن ما نقول به بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الحيز والجهة، هذا القول الذي نقول به
لا يدفعه صريح العقل كما تقولون، لأن القول بأنه يدفعه صريح العقل استلزم أن تقولوا بنفس ما نقول، لأنكم تقولون بأنه يدفعه صريح العقل، لأن ما تقولون به أيها المنزهة أيها الجهمية، لأن ما تقولون به أيها الشيعة والأشاعرة والمعتزلة، لأن الذي تقولون به لا يدركه الحس والخيال والوهم. نقول لكم ما قلتم به، ما استشكلتم به، استلزم أنكم تبنون على هذا، أنكم تبنون على أن تبنون على قول لا يدركه الحس ولا الخيال ولا الوهم، وانتهى الأمر. إذن لا يوجد فرق، إذن ما أتيتم به فهو باطل، ما احتججتم به فهو باطل. إذن يقول فهذه الدلائل العشرة دالة على كونه سبحانه وتعالى منزه عن الحيز والجهة، ليس أمرا يدفعه صريح العقل، لا يحتاج إلى برهان، بدليل أنكم تدعون أنكم علماء وأنكم شيوخ الإسلام وأنكم الموحدون وأنكم المكفرون للناس والمبيحون للأعراض والأموال والأرواح، لم تخرجوا منها، بل وقعتم بي وفي نفس الإشكال، وقعتم بأن ما تقولون به لا يدركه الحس ولا الخيال ولا الوهم. يقول الرازي وذلك هو تمام المطلوب وبالله التوفيق. الآن يقول ونختم هذا الباب مباشرة، يقول ونختم هذا الباب بما روي عن أرسطاطاليس، أي عن أرسطو، أنه كتب في أول كتابه في الإلهيات ماذا قال؟ قال من أراد أن يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فترة أخرى. يقول الرازي قال الشيخ، أي ابن سينا شيخ الرئيس، قال الشيخ ابن سينا، قال الشيخ أي ابن سينا شيخ الرئيس رضي الله عنه، قال الشيخ رضي الله عنه وهذا الكلام موافق للوحي والنبوة، فإنه ذكر مراتب تكون الجسد. يقول هذا الكلام كلام أرسطو موافق للوحي والنبوة، فإنه ذكر، أي الوحي ذكر مراتب تكون الجسد، في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فلما آل الأمر إلى تعلق الروح بالبدن ماذا قال تعالى؟ والكلام ينقله الرازي عن ابن سينا عن الشيخ الرئيس، يقول فلما آل الأمر إلى تعلق الروح بالبدن قال ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني يريد أن يقول هناك قال خلقنا ثم جعلنا ثم خلقنا إلى أن وصل إلى تعلق الروح بالبدن، قال ثم أنشأناه خلقا آخر. يقول وذلك كالتنبيه على أن كيفية تعلق الروح بالبدن ليس مثل انقلاب النطفة من حال إلى حال، بل هذا نوع آخر مخالف لتلك الأنواع المتقدمة، فلهذا السبب قال ثم أنشأناه خلقا آخر. يقول وكذلك الإنسان، أليف وباء، وكذلك الإنسان أليف، إذا تأمل في أحوال الأجرام السفلية والعلوية وتأمل في صفاتها فذلك له قانون. لاحظ عندما يقول الأجرام السفلية والعلوية هل يقصد بها العلو المكاني والجهتي؟ افهموا جيدا. يقول وكذلك الإنسان إذا تأمل في أحوال الأجرام السفلية والعلوية وتأمل في صفاتها فذلك له قانون. التفت جيدا، هنا في الأجرام السفلية والعلوية يتحدث عن الأجسام، يتحدث عن المخلوقات، يتحدث عن الموجودات، يتحدث عن العالم. بعدها هذا في أليف، بعدها باء، يقول فإذا، إذا يقول التأمل، التأمل في أحوال الأجرام السفلية والعلوية هذه القوانين والنظريات
والمقدمات والنتائج، العلوم المتحصلة من المحسوسات ومن الخيال ومن الوهم. هذا التأمل في أحوال الأجرام السفلية والعلوية للمخلوقات الموجودات للعالم وتأمل في صفاتها، يقول فذلك له قانون باء. فإذا أراد أن ينتقل منها إلى معرفة الربوبية إلى العالم العلوي المعنوي، وليس العالم العلوي الجهتي والمكاني، لا، إلى العالم العلوي في الرتبة والمنزلة والقدرة والإحاطة والعلم، يقول باء، فإذا أراد أن ينتقل منها إلى معرفة الربوبية وجب أن يستحدث لنفسه فطرة أخرى وعقلا آخر أو نهجا آخر، وجب أن يستحدث لنفسه فطرة أخرى وعقلا آخر بخلاف العقل الذي اهتدى به إلى معرفة الجسمانيات التي ذكرناها في أليف. بمعنى يقول إذا تأمل في أحوال الجسمانيات وتأمل في صفاتها فذلك له قانون، فإذا أراد أن ينتقل من الجسمانيات إلى معرفة الربوبية فهذه تحتاج إلى قانون آخر، تحتاج إلى فطرة أخرى، تحتاج إلى عقل آخر يختلف عن ذاك التفكير وذاك العقل، تحتاج إلى استعداد، إلى تهيؤ، إلى مقدمات. أقول هنا وقال سبحانه وتعالى، لاحظ هذا الذي يريده الشيخ الرئيس، يقول قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. لاحظ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. لاحظ بعد وجود الروح ماذا قال؟ ثم أنشأناه خلقا آخر. هنا يريد أن يشير إلى هذا، لاحظ ماذا قال في البداية، ثم جعلناه، ثم خلقنا، فخلقنا، فخلقنا، فكسونا. هنا يقول ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. المؤمنون، سورة المؤمنين. وقال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. لاحظ وبدأ خلق الإنسان من طين، إذن هنا مع الأجرام السفلية والعلوية، مع الأجسام السفلية والعلوية، مع الجسمانيات، مع المواد، مع المخلوقات، مع العالم الأرضي، مع الطين، مع التراب، مع الترابية. يقول تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. التفت جيدا هناك ماذا قال؟ قال ثم أنشأناه خلقا آخر، وهنا قال ثم سواه. إذن تسوية تختلف عن الخلق السابق، عن تلك المراحل، وبدأ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعله نسله من سلالة من ماء مهين. يقول ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار. لاحظ ثم سواه ونفخ فيه من روحه، إذن سواه ونفخ فيه من روحه أي أنشأه خلقا آخر، ثم أنشأناه خلقا آخر. إذن انتقل من العالم السفلي إلى العالم العلوي، إلى عالم الربوبية، إلى عالم المعنى.
يقول وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، في سورة السجدة. ثم قال الرازي: وهذا آخر الكلام في هذه المقدمة وبالله التوفيق. بعدها قال المقدمة الثانية في أنه ليس كل موجود يجب أن يكون له نظير وشبيه، وأنه ليس يلزم من نفي النظير والشبيه نفي ذلك الشيء. يعني يقول عندما تقولون، يعني بمعنى يريد أن يدفع ما يقوله المقابل، يقول ما دام هذا موجود، ما دام تقولون بأن الله موجود، إذن هو كباقي الموجودات، إذن يوجد له نظير وشبيه. تعالى الله عما يقول المشبهة والمجسمة. ويقولون إذا نفيتم عنه النظير والشبيه إذن ينتفي وجوده. يقول لا، ليس يلزم في هذه المقدمة، يقول ليس يلزم من نفي النظير والشبيه نفي ذلك الشيء. طبعا كلام كثير فيها، لكن فقط هذا عنوان المقدمة. المقدمة الثانية في أنه ليس كل موجود يجب أن يكون له نظير وشبيه، وأنه ليس يلزم من نفي النظير وشبيه نفي ذلك الشيء. المقدمة الثالثة يقول في اختلاف القائلين بأن الله جسم، إلى أن ينتهي الكلام في المقدمة الثالثة، فيقول فهذا تمام الكلام في المقدمات وبالله التوفيق. ثم ينتقل إلى هذا انتهاء الكلام في المقدمات الثلاثة في الفصل الأول من القسم الأول. الآن ينتقل إلى الفصل الثاني. قال الفصل الثاني، أي القسم الأول الفصل الثاني، في تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية والحيز والجهة، ويدل عليه وجوه، أنا أقول بين قوسين حجج، ويدل عليه وجوه أو حجج. يذكر عدة حجج، حجج كثيرة. لاحظ ما هو الكلام. الكلام في الفصل الثاني في تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية والحيز والجهة. ما هو الدليل؟ يقول يوجد عدة وجوه، عدة أدلة، عدة حجج، ويدل عليه وجوه أو حجج. الحجة الأولى قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إلى أن يقول الحجة الثامنة عشرة الحديث المشهور، وهو ما روي أن عمران ابن حسين ابن الحسين قال: يا رسول الله أخبرنا عن أول الأمر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله ولم يكن معه شيء. وقد دللنا، يقول الرازي، وقد دللنا مرارا كثيرا على أنه تعالى لو كان مختصا بالحيز والجهة لكان ذلك الحيز شيئا موجودا معه. يقول لو كان الله مختصا بالحيز والجهة لكان ذلك الحيز شيئا موجودا معه، وذلك على نقيض هذا النص. النص ماذا يقول؟ يقول كان الله ولم يكن معه شيء، ولو كان معه، ولو كان مختصا بالحيز والجهة لكان معه شيء، لكانت معه هذه الجهة أو هذا الحيز. الحجة التاسعة عشرة يقول: روي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن يقول: واعلم أن هذه الوجوه، بعد الحجة التاسعة عشرة يقول: واعلم أن هذه الوجوه أو الحجج التي ذكرناها بعضها قوي وبعضها ضعيف، وكيفما كان الأمر فقد ثبت أن في القرآن والأخبار دلائل كثيرة تدل على تنزيه الله تعالى عن الحيز والجهة وبالله التوفيق. لاحظ انتهى الكلام في الفصل الثاني إلى هنا. لاحظ كيف بدأ بالفصل الثاني، عنوان الفصل الثاني قال في تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية والحيز والجهة، وانتهى في كلامه
قال وقد ثبت أن في القرآن والأخبار دلائل كثيرة تدل على تنزيل الله تعالى عن حيز وجهه. وبالله التوفيق، بالله عليكم اجلبوا لي مرة واحدة ابن تيمية بدأ بشيء وانتهى بنفس الشيء، عبارة عن شبكة عنكبوتية عندها معجزة، قد علم مسبقا بالشبكة العنكبوتية التي استحدثت في هذا العصر، فكانت بحوثه بين قوسين البحوث عبارة عن شبكة، عبارة عن متاهة، وأنت اذهب والتقط من هنا أو من هنا أو من هنا أو من هنا واحكي وتبرع بأن هذا قول ابن تيمية، ويأتي الغير يقول هذا ليس بقول ابن تيمية، ويأتي ثالث يقول بقول آخر ورابع وهكذا وخامس وعاشر وإلى المئة والألف، كما هو حال التيمية وجماعة التوحيد الأسطوري. الآن هو يبطل قول الأئمة، وعندما تحتج عليهم يقول لك قال الإمام أحمد، قال القاضي فلان، قال القاضي فلان، قال ابن فلان، قال تيمية، قال حتى في العصر الحديث. عندما تأتي إلى علم الرجال أيضا التقاط، يعني من البداية المفروض كل تيمي إذا كان عالما، أما عندما تحدث مع الجهال هذا شيء آخر. يعني من بداية الأمر عليك أن تثبت، يعني كما يفعل في منهاج السنة في منهاج البدعة، يعني عندما يأتي مثلا يناقش الشيعة كما هنا يناقش الجهمية، عندما يناقش الشيعة يعني يأتي بشيء يقول أبو حنيفة يقول كذا، المالك يقول كذا، ابن حنبل يقول كذا، الشافعي يقول كذا، سفيان يقول كذا، فلان يقول كذا، زيد يقول كذا، عمرو يقول كذا، أنت ماذا تقول؟ أنت من بداية الأمر هل أنت تقول ب قول وبمبنى وبنظرية وبمنهج وبمذهب أبي حنيفة حتى تكون المناظرة بين رجل حنفي وآخر شيعي، أو مالكي وشيعي، أو شافعي وشيعي، أو حنبلي وشيعي، أو تيمي وشيعي، أو حنبلي ورجل حنفي وكذا وكذا كذا. وبعد هذا نقول ما هو المناط عندك و المرجع عندك في الرجال، على أي مصدر رجالي تعتمد حتى نأخذ به، من عندك الأوثق حتى نأخذ به. إذن يجب أن نشخص في بداية الأمر ما هي المراجع التي نرجع إليها ونحتج بها، تحتج بها علي وأحتج بها عليك، أما تلتقط من هذا الشخص ومن ذاك الشخص هذا نوع من الجهل ومن المغالطة ومن السفاهة، ليس بفعل ولا بقول ولا بكلام عالم. هذا هو العلم، خذ العلم من الرازي، تعلم من الرازي، هذا عالم في مقابل الجهل المطبق. إذن انتهى من الفصل الثاني. يقول الفصل الثالث أيضا لا زال كلام القسم الأول الفصل الثالث في إقامة الدلائل العقلية على أنه تعالى ليس بمتحيز البتة. بعدها ينتقل إلى الفصل الرابع، يقول في إقامة البراهين على أنه تعالى ليس مختصا بحيز وجهه، وجهه بمعنى أنه يصح أن يشار إليه بالحس بأنه هنا أو هناك ويدل عليه وجوه. بعدها ينتقل إلى الفصل الخامس القسم أيضا لا زال الكلام في القسم الأول. يقول القسم الأول الفصل الخامس في حكاية الشبه العقلية في كونه تعالى مختصا بالحيز وجهه. الفصل السادس في الرد على الكرامية القائلين بأنه تعالى جسم، بمعنى كونه تعالى غنيا عن المحل قائما بالنفس. إذن ينتهي الكلام في القسم الأول وقلنا فيه فصول أول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس. بعد هذا ينتقل إلى القسم الثاني في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات. لاحظ كيف الكلام مرتب، لأنه عالم لا يريد أن يشوش فكر المقابل ويشوه فكر المقابل، لا يريد أن يتحمل ضلالة الإنسان، لا يريد أن يدلس فيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى صغيرا ذليلا يكب على وجهه في نار جهنم، لا يريد أن يفعل كما يفعل التيمية وأئمة التيمية وأئمة التوحيد الأسطوري عندما يدلسون على الناس. إذن يقول القسم الثاني في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات أيضا عنده فصول، أذكر عناوين الفصول حتى تكون عندنا صورة واضحة ونعرف ماذا بحث الرازي في بحثه.
يقول في إثبات الفصل الأول في إثبات الصورة، هذا الفصل الأول. إذن في القسم الثاني من كتابه في الفصل الأول في إثبات الصورة، هنا عندنا مورد البحث الذي نحن نبحثه، هذا هو مورد بحثنا في هذا الفصل، حيث ذكر هنا الرازي أخبار عديدة منها خبر ابن عباس رأيت ربي في أحسن صورة. إذن هذا الفصل الأول في إثبات الصورة، الفصل الثاني في لفظ الشخص، الثالث لفظ النفس، الرابع الصمد، الخامس اللقاء، السادس النور، السابع الحجاب، الثامن القرب، التاسع المجيء والنزول، العاشر الخروج والبروز والتجلي والظهور، الحادي عشر في الظواهر التي تهم كونه قابلا للتجزئ والتبعيض، تعالى الله عنه علوا كبيرا، الثاني عشر الفصل الثاني عشر في الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى ألهم أرجل يمشون بها، والثالث عشر في الوجه، الرابع عشر العين، الخامس عشر في النفس، السادس عشر اليد، السابع عشر في إثبات القبضة، الثامن عشر فيما تمسك به في إثبات اليدين لله عز وجل، التاسع عشر إثبات اليمين لله، والعشرون في الكف، الحادي والعشرون في الساعد، الثاني والعشرون الأصبع، الثالث والعشرون الأنامل، الرابع والعشرون الجنب، الخامس والعشرون في الساق، السادس والعشرون الرجل والقدم، مصيبة مصائب أساطير، السابع والعشرون الضحك، الثامن والعشرون الفرح، التاسع والعشرون الحياء، الثلاثون فيما يتمسكون به في إثبات الجهة لله تعالى، الحادي والثلاثون في كلام كل في أخبار الآحاد، الثاني والثلاثون في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها؟ عندي برهان عقلي وعندي ظاهر نقلي رواية أو آية، فكيف يكون الحال فيها؟ هذا انتهى، لاحظ إلى الفصل الثاني والثلاثين انتهى الكلام في القسم الثاني، ثم ينتقل إلى القسم الثالث في تقرير مذهب السلف، بعدها ينتقل إلى القسم الرابع من الكتاب في بقية الكلام في هذا الباب، في القسم الرابع من الكتاب في بقية الكلام في هذا الباب يقول فيه فصول، الفصل الأول في حكم ذكر هذه المتشابهات، الفصل الثاني في أن المجسم هل يوصف بأنه مشتبه أم لا، والفصل الثالث في أن من يثبت كونه تعالى جسما متحيزا مختصا بجهة معينة هل يحكم بكفره أم لا. انتهى الكتاب وانتهينا من الخطوة الأولى من هذه الأسطورة. الخطوة الثانية خبر ابن عباس رأيت ربي في أحسن صورة، إذا لا زال الكلام في مورد البحث مع أساطير تيمية في خبر ابن عباس في رؤية العين، ولنعرف هنا أصل المطلب الذي ناقشه ورد عليه ابن تيمية، وسنعرف شبكة ومتاهات حشو الكلام الذي حشى به ابن تيمية كتابه كما هي عادته في كل ما يكتب أو ينسب إليه، فهو في مقام، نحن أيضا نقول ونكرر، نحن نتعامل مع الآن مع ابن تيمية كشخص وكعنوان لأن الكتب سجلت باسمه، لكننا نعتقد ونرجح بأن جل ما نسب إليه هو لم يصدر منها أصلا، فلذلك نقول غفر الله له إن كان كل هذا الكلام قد دسه إليه ونسبه إليه المدلس من أتباعه. ماذا نفعل نحن؟ نحن نريد أن ندفع الشبهات، نريد أن نسعى ونبرئ الذمة أمام الله سبحانه وتعالى بأننا سعينا من أجل إيقاف نزيف الدماء، التقليل من نزيف الدماء، التقليل من التغرير بأبنائنا بأعزائنا من السنة من الشيعة من أهل العراق من غير أهل العراق من المسلمين هنا ومن المسلمين هناك، لا فرق عندنا، نريد أن نرضي الله سبحانه وتعالى. وسنعرف شبكة ومتاهات حشو الكلام الذي حشى به ابن تيمية كتابه كما هي عادته في كل ما يكتب
في كل ما يكتب أو ينسب إليه، فهو في مقام الرد على الجهمية من خلال الرد على الرازي. وهنا أمران. الأمر الأول، قال ابن تيمية: فتبين أن القاضي ليس معهم ما اعتمد عليه في رواية اليقظة إلا، لاحظ، ليس معه ما اعتمد عليه في رواية اليقظة إلا قول ابن عباس، إلا قول ابن عباس رواية النجم. وقول ابن عباس قد جمعنا ألفاظه، فأبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين، فأبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين أن ابن عباس أراد بالمطلق رؤية العين للوجوه أحدها والثاني والثالث والوجه الرابع والوجه الخامس، هذا الذي ورد في بيان تلبيس الجهمية، لاحظ كلام واضح. فأبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين أن ابن عباس أراد بالمطلق، الذي أبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين ويعتمد على قول ابن عباس يوجد وجوه أول وثاني وثالث ورابع وخامس على منطق ومنهج وأسلوب وسلوك العلماء، المفروض هذا هو رأي ابن تيمية، لا يترك الناس في حشو الكلام والمتاهات والشبه والضلالات كما فعل الرازي. لماذا لم يتعلم من الرازي؟ إذن نحسن الظن نقول تعلم من الرازي، إذن هذا هو رأيه هو انتهى، لأنه خلال البحث لا يوجد رأي لابن تيمية عن رؤية العين، لم يصرح بشيء، يلتقطون هنا وهناك، وكلما تأتي إلى مكان يقول لك في مقام الاستدلال، في مقام الاستدلال. أين رأي ابن تيمية؟ أين يقول أنا أقول بكذا؟ أين الكلام المستقل لابن تيمية عندما يعطي رأيه كما فعل الرازي؟ لا يوجد. لاحظ أين الثراء وأين الثريا. إذن هذا هو الأمر الأول لابن تيمية، فتبين أن القاضي ليس له، ليس معه ما اعتمد عليه الآن، يقول فأبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين أن ابن عباس أراد بالمطلق رؤية العين لوجوه يذكر الوجه الأول والثاني إلى الوجه الخامس. هذا في بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع، هذا الخطوة الثانية، الأمر الأول. الأمر الثاني، قال الفخر الرازي في أساس التقديس، أعطينا نظرة مجملة هناك، نظرة عامة، الآن ندخل في مورد البحث الذي أشرنا إليه سابقا. قال الفخر الرازي في أساس التقديس: ورتبته على أربعة أقسام. القسم الأول في الدلائل الدالة على أنه تعالى منزه عن جسمية والحيز. القسم الثاني في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات، وفيه فصول، الفصل الأول والفصل الفصل الثاني والثلاثون. بعد هذا يقول الفصل الأول في إثبات الصورة. إذن في القسم الثاني الفصل الأول تحت عنوان في إثبات الصورة، قال اعلم أن هذه اللفظة ما وردت، الصورة، اعلم أن هذه اللفظة ما وردت في القرآن لكنها واردة في الأخبار، فيذكر الخبر الأول والثاني والثالث، لأن يذكر الخبر الذي ورد عن ابن عباس: رأيت ربي في أحسن صورة، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.